فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية والإمام يقرأ؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه إذا قرأ الإمام يستمع له، قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، هذا في الصلاة، الآية نزلت في الصلاة، صلاة الجهرية يقرأ في سكتات الإمام، وأما في الصلاة السرية فيقرأ على راحته، أو إذا لم يسمع الإمام في الصلاة الجهرية لم يسمعه لبعده يقرأ أيضا. أما أنه يقرأ والإمام يقرأ هذا يحصل إشكال وتشويش على نفسه وعلى الناس ولا يستفيد من القراءة. نعم.